يعني منها تشوف الانبوكسنج ومنها ايش تتفرج على الفيو. اليوم عندنا انبوكسنج مره سبيشل. جايب البوكس هذا معايا من جدة، انا في اليونان في سانتوريني، فقلت بدل ما اسوي الانبوكسنج هناك كنت اغير واسوي الانبوكسنج هنا. الشوز ده مره سبيشل، انا مره يعني لي كثير. مرحبا انا حمد طاهر، ويعني فيكم في قناتي. انبوكسنج اليوم نفس الشوزات اللي سويت عليها قبل كده كاستم، اللي هي الدنك الهاي. سويت كاستم للدنك اللو، الدنك اللو اللي هي نايكي باي يو. يا ريت اللي ما شاف الحلقتين، سويت حلقتين سابقه لهاو تو كاستمايز، كيف تسوي كاستم للدنك الهاي. سويت لي شوزين، سويت حلقتين، يا ريت اللي ما شافها يروح يشوفها. اليوم الكاستم لنايكي دنك لو، برضو من نفس الموقع حق نايكي السعوديه، تدخل عليه وتقدر تصمم. خليني اوريكم في اللابتوب قبل ما افك البوكس واسوي الانبوكسنج، اوريكم كيف صممت الشوز. طبعا تدخل على نايكي السعوديه وتروح على موقع نايكي وتدخل على الدنك اللو الكاستم. زي ما انتم شايفين دخلت على النايكي الدنك الكاستم، تختار السايز طبعا وتضغط كاستمايز، تقدر تختار اي سول اي لون تبغاه تقدر تختاره، وتختار المقاس. تختار المقاس، انا مقاسي 44، اخترت 44. عندك من وعندك ومن، تختار المن 44 اللي هو مقاس 10 يو اس عشان نايكي السعوديه، تضغط كاستمايز وتروح للشوز. هذا كده يبان معك شكل الشوز. اول شيء اخترت اختار الاول اللي هو اللي من ورا ده، اللون اللي من ورا اخترته باللون الازرق. عندك الكوليج نيفي، وعندك الولف جراي، وعندك الوايت. انا اخترت الازرق، هذا اول خيار. طبعا اخترته بالسويد، الشوز كله اخترته بالسويد. طيب نيجي للاختيار الثاني اللي هو هذا اللي في النص اللي عند السووش حق النايكي، اخترته باللون الابيض. الاختيار الثالث اللي معانا برضه بالسويد اللي في النص. نيجي عند التو، عند منطقة قدام الشوز، اخترته باللون ما عجبني صراحة الا اللون الابيض، برضه بالسويد. الشوز كله حاولت قد ما اقدر اخليه بالسويد. اللي بعده اللي هو اول الشوز اللي عند الرباط، اخترت برضه الكوليج نيفي اللي هو نفس اللون حق الكعب حق الشوز. السووش كالعادة انتم تعرفون انا احب السووش يكون باللون الاسود، دائما احب السووش يكون باللون الاسود. نصيحة، حاول قبل ما تقدر تخلي السووش باللون الاسود عشان تكسر الالوان. طيب كلها سويد الى الان. نيجي للتنج اللي هو اللسان، اخترته باللون اللي هو الاورنج، ما جاء حلو. الكور بيربل طبعا لا، التيم ريد لا. تنج اختاره دائما بلون يعني يكون تحط الرباط عليه، اخترت اللون البلو. نيجي للليس، للرباط اللي هو الرباط. صراحه بالنسبه لي انا كان ممكن اخذ اللون الابيض، بس اللون الابيض دارج واللون الاسود دارج واللون البلو دارج، فحبيت اكسر واحط اللون الاورنج. وممكن انا بعدين اغير اللون حق الرباط، يعني اقدر اشتري اي رباط ثاني ابيض ولا اسود مره سهل، بس اخترت الرباط اللي باللون الاورنج. طيب هذا كده معاكم شكل الشوز. اخر حاجه، هذا دحين احنا في 7، اختار السابع. اخر حاجه اخترتها كان، شوفوا اللون الابيض كيف كان وكيف اللون الاورنج. صراحه اللون الاورنج مره حلو، الاحمر مره لا، فاخترت بالتيم اورنج زي ما انتم شايفين. اخر اختيار معانا اللي هو قبل الاخير، قبل الاخير اللي هو الميدسول. الميدسول تقدر تختاره باللون اللي هو اللون السيل، اخذته باللون العادي السيل. طيب نيجي لاسفل الشوز، صراحه اخترته باللون الاورنج، ما يجي، ما حسيت ان اللون الاورنج ما ينفع معاه، مو حلو اللون الاورنج، فصراحه خليته باللون. حتى شوفوا اللون القم مو حلو، ما يطلع حلو مع اللون القم. اتوقع اللون الازرق يطلع مره حلو معه. طبعا الشوز ده لو تشوفوا انا بالتصميمي قريب من شوز ترافيس سكوت. ايوه خليني اوريكم حاجه، في تقدر تحط لوجو خلف الشوز، اللوجو اللي تبغاه خلف الشوز تقدر تحطه. انا بصراحه حطيت تكس، حطيت اتش ام دي
اللي هو حمد. وطبعا الجهة الثانية كنت بحط 187، بس ممنوع تحط أرقام معينة لأن 187 معناه شيء مو كويس في أمريكا فيمنعوك، اللي هو كود حق بوليس وما بوليس وزي كده. فحطيت صراحة HMD، والطرف الثاني حطيت JED اللي هي جدة، حمد جدة. فهذا كان ليش الخيار اللي قدامي. فشوفوا كيف شكل الشوز معاكم طلع، هذا شكل الشوز قريب من ترافيس سكوت، بس كسرت اللون، حطيت الرباط باللون الأورنج. وخلف الشوز زي ما انتم شايفين، خلف الشوز حاولت اخليه حطيت HMD باللون الأورنج. هذا شكل الشوز النهائي، شوفوا كيف، والله صراحة جبار، انا مرة عاجبني. فخليني اوريكم شكل الشوز كيف بعد ما افكه، تقدر تضغط عليه وتختار الصور. فخليني اوريكم كيف الصور. هذا الشوز، ايوه صح، قبل ما بعد ما تغلق، انا شرحت لكم دي النقطه قبل كده، بعد ما تغلق ده كله تحطه في الكارت وتحاول ترسله على السعوديه، هيكلفك 40 ريال الشيبينج، الشيبينج هيكلفك 40 ريال. التوتال بالنسبه لي كله طلع 629 ريال. نات باد، مره نات باد لشوز دنك لو. فيلا خلينا اقفل دحين، قلت اغير لكم الزاويه، اوريكم السايد هذا، يعني منها تشوف الانبوكسنج ومنها ايش تتفرجوا على الفيو. طيب جايب معايا مقص من السعوديه، خلينا افكه. هذا البوكس، هذا البوكس خلاص ما تحتاجوه. شوف البوكس كيف شكله، نايكي بايو، نايكي بايو. اوه الصورة حقت الشوز اهي، ما ادري باينة ولا لا، شوفوا. طيب خلينا نشوف. واو 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 واو، شوف شوف شكل الشوز كيف، باللون الازرق والابيض، قريب من الثيم حق سانتوريني اصلا، بس طبعا كسرت زي ما قلت لكم باللون الاورنج، وكله بالسويد، الشوز كله بالسويد. والله شوفوا هذه الحركه، تقدر تحط HMD هنا، تكتب تكست بس ثلاثة حروف. انا اطلع الثاني، شوفوا يا جماعه، شوفوا كيف شكله، صراحه جبار. خلينا اوريكم كده بي رول سريع على الشوز وارجع لكم تاني. بعد ما شفتوا البيرول، ايش رايكم بالله في الشوز؟ هنا في علامه النايكي، ومن هنا في علامه النايكي برضو، من اسفل الشوز في علامه النايكي، وهذا شكل الاوتسول. زي ما قلت لكم الشوز كله بالسويد، كله بالسويد، كل اللي اخترته بالسويد، كسرت اللون باللون الاورنج هذا، وخليته الشوز مشابه لشوز ترافيس سكوت الفراجمنت. باي ذا واي، بما اننا بنتكلم عن فراجمنت، التيشيرت هذا ترافيس سكوت، يعني يمكن شفتوا الحلقه حق ترافيس سكوت لما سويت انبوكسنج للتيشيرتات، هذا واحد منهم. حوريكم الاوتفيت ده مع ده بما انه يعني ماتشنج. وبما اننا بنتكلم على الاوتفيت، خلينا اروح اوريكم هي كيف في اللبس.
بعد ما شفتوا كيف اللبس وتكلمت تقريبا على التوب ريفيو وريتكم بي رول، اتمنى يكون عجبكم الريفيو. قلت اغير اسوي لكم هو من مكان تاني. اتمنى يكون عجبكم الفيو اللي ورا، الاتموسفير، الجو العام. يا ريت اللي ما شاف الحلقات حقت الكاستم الاثنين الهاي يروح يشوفها، ويا ريت كمان اللي ما شاف الفلوجات حقت سانتوريني يروح يشوفها. سويت كم فلوج لسانتوريني، واللي ريت اللي ما شاف الانبوكسنج حق ترافيس سكوت يروح يشوفه، كلها احط لكم هي في الديسكربشن. زي ما قلت لكم اتمنى يكون عجبكم الريفيو. لايك، اشترك في القناه سوي سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يجيك الجديد، وفي النهايه شير. تيك كير.